فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان دخول المرء للمسجد في وقت النهي بعد العصر وبعد الفجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل، قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فهذا وقت نهي. فإذا دخل المسجد في وقت نهي هل يصلي الركعتين عملا بهذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو عام، أو يعمل بالحديث الآخر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هل يعمل بهذا أو يعمل بهذا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يعمل هذا الحديث إذا دخل أحدكم، ومنهم من يعمل الحديث الآخر. وهناك قاعدة يذكرها أهل العلم لعلها تفيد في الترجيح في هذا الباب، وهي أن كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها. شخص مثلا ما صلى الظهر، نسيها، وجاء في بعد العصر الذي هو وقت النهي، وعنده حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، وهو ما ذكرها إلا بعد العصر، وبعد العصر نهي، هل يعمل هذا النهي، هل يعمل هذا النهي فلا يصليها وينتظر، أو يعمل هذا الحديث فليصليها متى ذكرها، فليصليها متى ذكرها؟ فالقاعدة أن كل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. يعني مثلا لو خسفت الشمس بعد العصر، مأمور بصلاة الخسوف، مأمور بها، وهي صلاة لها سبب الذي هو الخسوف، فهل ينهى عنها؟ كل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. رجل طاف سبعا بعد الفجر وراد أن يصلي ركعتين للطواف، ركعتي الطواف، لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. فكل صلاة لها سبب لا ينهى عنها. وهنا هذه الصلاة التي هي تحية المسجد هي صلاة لها سبب، وهو دخول المسجد والنهي عن الجلوس عند دخوله إلا بعد أن يصلي الداخل ركعتين. نعم.